ألم تر إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا، في رواية أخرى جهالا، رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث فيه من الدقة ما لو تدبره المرء وما لو تأمله الإنسان لفزع فزعا كبيرا، ليس فقط من الإفتاء، وإنما حتى من مجرد نقل الفتوى التي قد تحرق الأخضر واليابس، وقد تهدم بدل أن تبني، وقد تهبط بصاحبها وبمن عمل بها 70 خريفا في النار بدل أن ترقى به في منازل الجنة والعياذ بالله. فأفتوا بغير علم، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم جهال. وخطورة هذا الجهل أن صاحبه يعتقد أنه على علم، والعلم بالمفهوم القرآني الصريح الفصيح غير ما يعتقدون وغير ما يظنون، وإنما الجهل بلغة القرآن وبمقاصد الشريعة أدى إلى كوارث، وإنما السبب الحقيقي في ذلك فقدان العلماء. العلماء الذين هم حقا علماء حينما يفقدون لا يدرك من عالم من غيره، لأنه وبضدها تتميز الأشياء، يختلط الحابل بالنابل آنئذ. وقلت قبل: أول العلم علم بالشريعة بأحكامها ومقاصدها ومراتبها، ثم علم بالله، وذلك قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما العلم بالشريعة فقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعلم بالشريعة يورث صاحبه الربانية، والعلم بالله يورث صاحبه الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن لا ربانية فيه فليس بعالم، إنما هو مدع، وضرره على الأمة أشد من ضرر الجاهل المعترف بجهله، وكذلك ضرر غير العالم بالله ممن لا خشية في قلبه. وهذه الصفات تدرك بالمشاهدة والاحتكاك، والعامة لن يجهل هذا، يعني بالمشاهدة والاحتكاك مع الناس تدرك أن هذا الرجل له ربانية أم لا، هل عليه مسحة من خشية الله أم لا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال المفسرون: هم العلماء بالله، فها هنالك اقتضاء وتقدير. وقال ابن عباس رضي الله عنهم كما هو ثابت في صحيح البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين الآية. قال ابن عباس: الرباني من يعلم بصغار العلم قبل كباره، يعني رجل مربي، مربي يربي ويدرب الناس على الدين بالوحدة بالوحدة وبشوية بشوية، لا يحملهم على الشاق من الأمور حتى لا ينفر، وإنما يحمل الناس على الوسط، وتلك هي الربانية، وهذا هو العلم الحقيقي بالشريعة، هذا العلم الحق بشرع الله، من يحمل الناس على الوسط. ولا يكون كذلك إلا إذا كان عالما حقا بالشريعة، ثم قبل ذلك وبعده كان عالما حقا بالله، لأن بقلبه من الخشية والورع ما يعرفه أن الله جل وعلا عليه رقيب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الصفة الثالثة فهي منبثقة عن الأوليين، وهي الحلم والأناة، حلم، وتلك صفة من صفات الأنبياء، ذكرها الله بصيغة في حق إبراهيم عليه السلام، وبصيغ أخرى في حق رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حينما قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا لم تجد رحمة في قلب العالم يشفق على الأمة كشفقة الأم على وليدها الرضيع، فيه لطف، فيه رحمة، فيه شفقة، يخشى أن يحمل الناس على العنف فيضلوا، فبه من هذه الجهة شفقة رحمة. بالمؤمنين رؤوف، رؤوف رحيم. إن إبراهيم لحليم،
أواه منيب حلم. قال العلماء أواه شديد التأوه من قولك آه للتوجع. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان إذا علم أن الله سيعاقب قوما كما في قصة لوط يتأوه يتوجع مما سينزل بأولئك الكفار وهم كفار من عقوبة الله جل وعلا.